السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في كل مكان. ده شكل العنب بعد ما طلعناه من الترقيد. أنا كنت عملت فيديو ترقيد قبل كده. ده الشكل زي ما حضراتكم شايفين، البراعم موجودة اهي، وفي بعض الجدول الصغيرة، والشطرة موجودة. الشطرة زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات إن هي مهمة جدا، مهمة عشان تحدد اتجاه العقلة لما تيجي تزرعها، زي ما هوري لحضراتكم دلوقتي. الزراعة الفيديو قدام حضراتكم اهو، العقل قدام حضراتكم اهو، والشطرة لفوق، والبراعم موجودة اهي زي ما حضراتكم شايفين. انا مجهز 2 قصرية مع رد، يفضل يكون رمل افضل، قدام حضراتكم. عملية بسيطة وسهلة جدا، هدوب هنمسك بس العقلة ونخلي اتجاه الشطرة لفوق، وهنغرزها بسهولة زي ما حضراتكم شايفين كده. خلي الغرزة كبيرة شوية، قدام حضراتكم اهو. ومهم جدا ان احنا نخلي العقلة دي تحت، عشان دي اللي بتكون الجذور بتاعة العقلة. زي ما حضراتكم شايفين احنا في عملية الترقيد، العقل اللي كون جذور العقل دي اهي، جذر اهو، مش الساق نفسه، لا، العقله نفسها اللي بتكون جذور. فعشان كده لازم ومهم جدا ان احنا نغرزها، في التربه لحد النهايه زي ما عملنا في دي. عمليه الزراعه سهله جدا للعقل. هنسقي وهنغرز التربة كده، هنضغط عليها بحيث ان العقلة تمسك معانا. عملية الزراعة زي ما حضراتكم شايفين ازاي. يا ريت الحاجة اللي انت حاطط فيها العقلة تكون بتنفس من تحت، عشان المية ما تتكونش فيها وتعمل تعفن للساق نفسه. فمهم جدا ان انت تخرم، لو انت زرعها في كيس تخرم الكيس من الجناب، او لو انت زرعها في قصريه زي ما احنا زارعين كده تكون مخرومه من تحت، مخرومه زي ما حضراتكم شايفين. الفتحات موجوده اهي عشان تنزل الميه، بحيث ان هي ترطب الميه، ترطب التربه بس، الميه ترطب معنا التربه، مش تملاها، لان انت لما تسقي بزياده بيحصل عمليه تعفن للساق نفسه. هنسقي تاني بس اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله انتظروني في فيديو تاني عن زراعة العنب من البذرة. باذن الله هيكون فيديو مهم جدا وهتستفادوا منه اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.